بين ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع مع انقضاء مهلة المشايخ والأهالي في الشويفات، وبين ساع إلى محاولة احتواء الأزمة ودرء الفتنة، ساعات حاسمة عاشتها البلدة. سباق مع الزمن تكللت في ختامه بنجاح المساعي المكثفة التي قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي مع آل أبي فرج لتحديد موعد لدفن ابنهم علاء أبي فرج. تم التوافق على دفن بكرة الساعة 11، يعني يصلى على جثمانه بشويفات بعزاء حاشد. شويفات ما قبل الشهيد علاء، مش هي ثلاثة شويفات ما بعد الشهيد علاء. الزهران ممنوع بقى يفوت على شويفات، الزهران ما له محل بشويفات. احنا بشويفات اخذ قرار وضع عائلات ومشايخ شويفات، ما في محل للزهران بيناتنا. لازم بهاي المرحلة يكون في حكمة من المسؤولين، وحكما عبر الامير طلال لازم يكون في حكمة كمان، انه هو اقله ما يقبل اللي عم بيصير بين اهله وضيعته شويفات. وعن صحة المعلومات التي أشارت إلى تواجد المدعو أمين نسيب تسوقي في سوريا، أجاب وكيل الداخلية: تأكد أنه هي ظهر من البلد، صحيح ظهر. طيب، في مجموعة أسماء إذا ما بتتسلم للقضاء أعتقد أهل شويفات أخذين قرار حاسم، وراح يتواجهوا بنص شويفات، وممنوع يكون لهم وجود بين أهلنا إلا ما يكونوا بالقضاء بالمحل الصح بالزنزان. وليس بعيدا عن مقر الحزب التقدمي الاشتراكي، هنا قضى أبي فرج لحظاته الأخيرة. في هذه الغرفة دماء على جدرانها حفرت لتخلد اسم ضحية جديدة من ضحايا السلاح المتفلت. وفي محاولة لحصر التداعيات الأمنية والسياسية، داهمت مديرية المخابرات المدعوين هادي الجردي ووائل أبو درغم وأوقفتهما للاشتباه بمشاركتهما في الحادثة. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أثنى على العمل والجهد التي تقوم به مديرية المخابرات في ملاحقة وتوقيف الفاعلين في جريمة الشويفات. وفي تغريدة له على تويتر، رفض جنبلاط كل أصوات التحريض الغير مسؤولة من أي جهة تصدر.